أجواء الجنوب الملبدة فيها الغيوم السوداء فضل الأمين العام للأمم المتحدة اختراقها على أن تطئ قدماه أرض المقاومة، وإذ تسمرت العيون في انتظار المسؤول الأممي كانت المفاجأة بحضور تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559. الرجل المناظر لنزع السلاح حل ضيفا على أرض المواجهة المدججة بالسلاح. حصود النصر الإلهي المستاء من الضيف الكوري غابت عن الشوارع، فلا ترحيب ولا تنديد، وإذا بالمطر الإلهي يأخذ بثأرها مهددا برنامج الاستقبال الذي تأخر أكثر من ساعة عن الموعد المحدد. بموسيقى التعظيم والترحيب رحبت اليونيفيل بزائرها الذي استعرض ثلة من جنود القوات الدولية، ثم وضع إكليلا من الزهر على نصب ضحايا اليونيفيل 293 الذين قضوا في الجنوب منذ عام 78، ووقف دقيقة صمت عن أرواحهم. وفي كلمته للمناسبة حيا كيمون جنود اليونيفيل واللبنانيين من عسكريين ومدنيين على دورهم في خدمة السلام، مؤكدا أن هؤلاء جميعا شكلوا شبكة مهمة لإرساء السلام في جنوب لبنان. إنكم تشكلون شراكة قوية مع الجيش اللبناني لإرساء السلام والاستقرار. أنتم تبنون الثقة بين الجيش اللبناني والقوات المسلحة الإسرائيلية، وهذا يخلق آفاقا للوصول إلى حل طويل الأمد للصراع. خلال لقاءاتي حثيت المسؤولين اللبنانيين على تأمين الحماية لكم، فاليونيفيل تلعب دورا أساسيا في إحلال السلام في هذه المنطقة. ثم قلد كيمون القائد العام لليونيفيل الجنرال ألبرتو أسارتا وسام الأمم المتحدة تقديرا لدوره في عملية السلام لمناسبة انتهاء مهماته. وبعيدا عن الإعلام، عقد لقاء مطولا مع الجنرال أسارتا وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين في اليونيفيل، استمع فيه إلى شرح عن دور اليونيفيل ومهماتها والأوضاع في منطقة جنوبي الليطاني. كل رايات هذه الأمم لم تعطي زيارة مسؤولها حسن الضيافة الجنوبية، فجمهور المقاومة لا يرحب بمسؤول كوري يعتبره نسخة مزيفة للنسخة الأمريكية الأصلية. من الناقورة مركز قوات الدولية العاملة في إطار اليونيفيل، نانسي السبع،